اهلا بيكم في ايكون تشالنج 2021 ورجال الايجن. معانا دلوقتي كو سبيس جراند بري تشالنج، جراند بري تحت 12 سنه. معانا اي سي اي 7000 7006 اللي هو تيمور. تيمور دلوقتي الروبوت بتاعه عدى من اول واي بوينت وكمل طريقه عشان يشوف باقي الطريق. تيمور كمل زي ما هو وعدى دلوقتي من تاني واي بوينت، وهنشوف دلوقتي بعدين عمل لفه يمين وعدى من تالت واي بوينت، وادي بعدين عمل اليوتيرن وخد الواي بوينت الرابع بتاعه. بعدين استمر تيمور ولف يمين تاني، وبعدين لف يمين مرة كمان. حاليا هو شاف الاخضر فلف، وبعدين شاف الازرق تاني فراح لف تاني الى الاتجاه اليمين وعدى من الواي بوينت الخامس، وحاليا في اتجاهه الى الواي بوينت السادس. عدى تيمور دلوقتي من الواي بوينت السادس في اتجاه اخر واي بوينت اللي هو الواي بوينت السابع. عدى تيمور من الواي بوينت السابع، ودلوقتي يا تيمور نقدر نقول لك مبروك عليك، انت خلصت التايم بتاعك في دقيقة و3 ثواني.